تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده من ستو. قبل ما نقدم الضيف باغي نعرف اكبر كيلومتر ضربتي على رجليك. على رجليا؟ اه من السنتر فيل المعارف شحال. لا حيد زابي. زكريا انت باين فهمتي. كان عندي غراض مشيت مع نبي سنتر زمان معايا سباته ما كنتيش كتهبط. عرفتي شنو من سباته حتى لهنا راه عرفتي راه بحال غادي لا سبالماس اصلا. ما كدرتيها؟ لا درتها. يعني شحال؟ حتى الوجه ما يديرهاش. يعني شحال تقريبا 10 كيلومتر. نهار نزل لك حموده من الطوموبيل. حدا مريم حدا سبعه ورجال. زكريا رجلنا حدا سبعه ورجال. زكريا بلي ما تسول زعما شو وجهه زعما كيمشي بوجهه ورنا ياك دونك ما ضاربينش هما ماشي المسافه الطويله. مريم انا من لا انا من املي للروفيج والله خويا ما ضارب. شوف من لاصونسور دخلت والله حتى من املي للروفيج حتى انا نبيل درت انا ضارب هاد العيبه علاش كتعيق على النبي وحنا ضاربين. انا صافي انا راه قبل منك حنا ضاربينها ضربتيها ما نبقوش نعيقوا راه ودابا تخيل معايا. لا انت ضربتيها انت مخدم الشوافريه انت. لا وتخيل معايا مزيان خدم الشوافريه ما عرفناكش شحال ضربتي ديال الطريق. انت سبايدر مان كتمشي بالخيط. انا من امليل توبقال. من امليل توبقال ياك ما كتمشي على العصا ديال الكراطه بحال شحال. لا من امليل توبقال هو كيستخدم العصا. صفقوا عليه مشى لتوبقال. صفقوا عليه هما بقاولته صح هو تيقول لي. لا ولكن خصكم تصفقوا على واحد الدري دابا اللي كنستقبلوا ضيف ديالنا في هذه الحلقه. تخيل معايا امريكا اللاتينيه كوبا داميريكا تتجول دار عليها كامله 10 دول باش يوصل من البرازيل لامريكا. تقدر تخيل من البرازيل لامريكان ياك مقرب. كيفاش مقرب؟ ما حنا ما شفناش بعينينا. كنمشي في الطيارة زعما ضرب على رجله. كيفاش يمشي في الطيارة؟ هو كراه. كيفاش يمشي؟ هو كراه زعما غير يمشي في الطيارة. هما اللي كيكومونطيو بخمسة دراهم فيسبوك. زيرو فيسبوك. زيرو فيسبوك. ضرب على رجليه ضربها ستوبات ضربها ما عرفتش. حنا نعرفوا في هذا الشيء في هذه الحلقة. مغامرة واعرة. وكنشوفوا دوك الفيديوهات اللي كيطراو في البرازيل كولومبيا. تخيل معاك كولومبيا كتخلع بوحدها. كولومبيا كيقول لك سمك جاي من كولومبيا. ديما زكريا كنقول الدراري ديال كولومبيا فهمتي. هذه مغامره. مغامره هذه قدور كيبغي يغامر كيجيب ربعه ديال الغلاقات كيقول كويجا فهمتي. نحضر الجنون فهمتي. مغامره هذا هو الحد ديالو. ما كيجي حتى واحد كيطلع هذا هو الحد ديالو. داكشي ملي جبتو بونو بصح ما عرفتش اناش كيجي هاد الدراش كيجي ياسين بونو. حنا نعرفوها في هذه الحلقه غادي نعرفوا بصح علاش قرر من المغرب يمشي للبرازيل ومن البرازيل يبقى غادي درجة لا بغيتي توصل لا ومشى الميريكان ومن البرازيل مشى المكسيك او هاد العذاب كامل على قبل تيتيز وراه ما كاين والو هنا. بصح سميتو نبيل مشى البيرو الاكوادور كولومبيا بنما بزاف يا كوستاريكا وبزاف ديال الدول حتى وصل المكسيك. وطرات لي قصه واعره في ميريكان غادي بارطاجيها معنا نعرفوا دابا التفاصيل. لاشين يوتيوب ديالو سميتها هو السيد اللي كنستقبلوا زيزو فلو. زوير مرحبا بك على اذاعه ام اف ام. شكرا بزاف اخويا على الاستضافه هنا في راديو ام اف ام. واليوم فرحان اني باش نبارطاجي معكم هذه المغامره ولا هذه الاستوار كيفاش تبدات يعني من البرازيل وسالت الولايات المتحده الامريكيه ومن بعدها المغرب. عامين تقريبا يا أربع سنين هذا العام 2017 هذا الشهر هذا كملت أربع سنين. دابا قبل ما نمشيو البرازيل كيفاش جاتك الفكره بعدا باش تمشي الميريكان وتمشي لعب بهذه الطريقه تمشي البرازيل عاد تمشي؟ اول حاجه انا فاش يعني جربت انا الطرق القانونيه بامريكا ماشي غير اول حاجه انا باش نحسن الوضعيه ديالي وثاني حاجه حلم اللي باغي نوصل ليه فهمتيني. جربت الطرق القانونيه ما كتبش صافي بقات الفكره انني نتوجه لامريكا الجنوبيه. دفعتي الفيزا زعما الامريكان؟ كنت تعرفت على امريكيه كانت جات عندي لهنا المغرب وما كتبش صافي وهي اللي كانت طرحت داك الفكره ديال انني نمشي للولايات المتحده الامريكيه من المكسيك يعني ندخل عن طريق المكسيك. وكانت امريكان زعما هي اللي كانت عندك في الحلم ديالك من ديما باغي تمشي لامريكا. باغي نمشي لامريكا. علاش بالضبط امريكان؟ اللايف ستايل ديالهم. اول حاجه قلت لك انا اول حاجه باغي نغير الوضعيه الثانيه ديالي والحاجه الثانيه هي الحلم ديالي ذاك البلاد يعني ما اوروبا ما كانتش معمره ليا راسي
وذاك البلاد يعني كان بغيها بزاف يعني لواحد الدرجه اللي ما تصورش. اوكي ومن بعد من هنايا جات الفكره باش انك تمشي للبرازيل. تبدا بالبرازيل هي الاولى. علاش بقيتي هذه المده كامله في البرازيل مده عام و8 شهور كامله في البرازيل؟ اول حاجه انا ما كانش عندي اكسبيريونس لان اول مره غنخرج من المغرب. فاش مشيت للبرازيل ديت معايا واحد البادجي اللي قليل. يعني ما كان كيسحب لي الامور سهله وما كنتش متمكن من اللغات يعني مزيان. وصلت للبرازيل انا يعني الفكره كانت انني نجلس غير اسبوع في البرازيل من بعدها نشط طياره اخرى لدوله اخرى قريبه للمكسيك ندخل المكسيك المكسيك ندخل لامريكا. يعني خديت الامور بسذاجه ما كنتش عارف العواقب اللي جايين في الطريق. وشحال ديتي معاك زوير في البيجي؟ $1,000 من هنا خرج معي $1,000. ديك $1,000 تسالت لي غير ما بين اللوطيل والماكله في ديك 20 يوم الاولى صافي. يعني كنت غنتعرض للتشرد كنت غنمشي للزنقه. ولكن الحمد لله انا كنت كابابل هنا في المغرب يعني قدرت انني نكون كابابل حتى في البرازيل. وصلت للبرازيل بديت كنقلب انني نحاول نكون راسي صافي. يعني المشاريع ما غاديش نرجع يعني ديك الفلوس اللي جبت معايا خصني نوصل لداك الشيء اللي انني كنطمح ليه. مشيتي في الطياره ولا مشيت في الطياره؟ قطعت الطياره من هنا من المغرب. شحال تقريبا؟ 1,020,000 ريال للبرازيل. للبرازيل بعيد البرازيل كازابلانكا ريو دي جانيرو 12 ساعة. واو 12 ساعة ديريكت ما كاين بلا ما كاينش اسكان. عرفتي ما كتوقفوا لا عند الشوايه زعما ما عندهمش خويا. شوف هنا كاين الكار في هذه البلاصه هذه فهمتي الكار هو اللي كيغلب. ولكن نبيل راه هادشي كامل 1,020,000 ريال باش مشيت للبرازيل باش تبعك حتى مغربي حتى تما. تخيل معايا مشارقة الشعبي تما برازيل كيهضرب الدارجه زعما بالعربيه. كاين هادشي هذا ياك؟ لا 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 درتي الشعبي تما؟ درت الشعبي. لا درت الشعبي خلقتي حتى مغربي تما. وداك البغرير درت البغرير ما خليت دابا واش البغرير درتيه انت ولا تيديروه مغاربه تما؟ لا 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 انا كنت كنشريه من عند فابريكا وكنعاود نديرو فابريكا اللي كانت كتصايب تما اللي كتصايب. ولكن ماشي بغرير مغربي بغرير. يعني انا قلت البغرير علاش قلت البغرير بحيث اكل عربي. شنو نقصي فيه تقابي؟ شنو نقصي فيه تقابي؟ صافي كان خصني نثبت راسي انني واش كاين ولا ما كاينش ولا غنرجع ونتقبل الامر الواقع. ما بغيتش نرجع بقيت كنقلب على انني فين نستقر. تمايا لقيت واحد الخدمه اللي غتعاونني باش انني نتحرك هذيك الايام مع واحد السوري. هادشي كانوا سالوا لك فلوس ولا قربوا الفلوس؟ يعني قرب بقات لي شي حاجه قليله فهمتيني بقات لي شي حاجه قليله. قلبت على خدمه لقيت واحد السوري اللي كان كيخلصني تقريبا شي 250 درهم مغربيه. كنت كنبدا معاه من 5 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الليل كنبقى النهار كامل. اول حاجه ماشي كان غراضي في الفلوس كان غراضي انني نتعلم اللغه اول حاجه باش نتمكن انني نثبت راسي في البرازيل. بقى لي المشكل ديال السكن البرازيل. حنا فاش كنسمعوا البرازيل دائما كنسمعوا يعني الاجرام داك الشيء بصح كاين ولكن كاين مناطق اللي ما فيهمش الاجرام. بالنسبه للسكن كان عندي الحل الواحد هو انني نقلب على منطقه اللي رخيصه باش نسكن فيها باش يعني نقدر نمانج يعني نمانج راسي يعني نوفر شويه ديال الفلوس وتكون امينه ونكون ماشي تامينه. انا ما كانش كيهمني الامن كيهمني انني قبيح اخويا الدراري. واش كنت مربي شي سبع انت ولا كتخافش من هادشي؟ واخا انت بصي مشيتي خصك تبت راسك شنو تتشرد ما زعما حيت كاين الاجرام شويه في البرازيل شويه ماشي شويه راه كاين. ما بغيناش نكبروا الموضوع انا كاين الاجرام بزاف اخويا في البرازيل كاين الاجرام. انا اول منطقه نسكن فيها هي الفافيلا. فاش كنهضروا على البرازيل كنهضروا على فافيلا. اي واحد كيسمع البرازيل راه كيسمع فافيلا. فافيلا هاد المناطق هادو احياء يعني فقيره دور الصفيح كنسميه. هاد المناطق هادو ممنوع المخزن ولا البوليس فيدرال ولا الميليتير ولا اي قوى في ديك البلاد تدخل لهم. ما عاد الا بغاو يدخلوا في حاله ما الا بغاو يشدوا شي واحد تما خصهم يهبطوا واحد 40,000 ولا يعني باش يشدوا واحد باش يشدوا واحد 40,000 كيفاش يمشيو دايرين المراكنه خصهم يطوقوا المنطقه. وفاش كيجيو ما كيطلعوش في الدروج فهمتيني ما كيطلعوش في الدروج كيهبطوا من السما بالهليكوبتر لان داك الفافيلات الاغلبيه ديالهم كيكونوا في الجبل وعندهم دروج اللي كتطلع لهم. سو الاغلبيه فاش كيبغيو يشدوا شي واحد كيجيو بالهليكوبتر وكينزلوا باش يشدوا شخص واحد. انا سكنت تما. بغيت نعرف واحد القضيه مهمه. دابا انت ملي مشيتي من المغرب ما كنتيش كتهضر بالبرتغاليه؟ ما كنتش كنهضر بها ياك. وبغيت قبل ما نهضر معك باللغه خديتي الباك ديالك هنا في المغرب؟ ما خديتش. انا غوت 4 ايام. خديتي 4 ايام دونك شنو كنتي كدير من ديك الوقيته 4 ايام
كنت خدام هنا في المغرب، كنت خدام في واحد الشركه هنايا، صافي كنت خاسر مع الوقت صافي، حتى شفت راسي ما كان افانسيش في الحياه يعني حدو قدو، صافي قررت انني يعني انا ماشي تزاديت فقير باش نبقى فقير، فهمتيني؟ دونك فوالا من الخدمه اللي ما كانش كتلبي الطموح ديالك والامل ديالك، قلتي اجي نقلب على المستقبل ديالي، وتعلمتي تماك البرتغاليه في البرازيل سهله ايوا فالو بورتوغيز تعلمتها. نيمار نيمار روبينيو روبينيو رونالدينيو باتيستوتا باتيستوتا ارجنتيني نوض لا جوليو باتيستا جوليو دوليو كاين واحد الكول دار يا صافي لا كاين قطاعات مقاطعات. دونك بصح شنو اسهل طريقه اللي تعلمتي بها البرتغالي؟ درب المنتخب علاش غير ربينا بلاتي شنو اسهل طريقه انت باش كتعلم دابا العربيه باقي ما عندوش طريقه؟ ما عرفتش كيفاش انا بالنسبه ليا باش كنتعلم لغه هو الاحتكاك. انا فاش كنت كنخدم يعني تمايا كان كيجيو عندي الكليان هاد الدراري جربوا الاحتكاك وما تعلموش ماشي الاحتكاك شو ما تعلم والو لا ماشي هذاك ماشي هذاك الاحتكاك حيت كاين فهمتي لا ماشي هذاك انا وزكريا كنمشيو بعيد عندنا حتى ديال الطوفيل والو لا ماشي هكاك. انا فاش بديت الخدمه تماك يعني كانوا كيجيو عندي لي كليون بزاف كيشريو من عندي الماكله وكنتعلم يعني راسي خفيف دغيا خصني نتعلم البرتغاليه. انا في واحد البلاد اللي ما عندي لا با لا مي لا عمي لا حتى شي واحد وكل شيء كيعيط على راسي خصني نتعلم اللغه باي طريقه. في خلال 6 شهور بديت كنهضر البرتغاليه 6 شهور بديت كنهضر البرتغاليه وقدرتي تولف تماي في البرازيل عادي ولات الحياه ديالك عاديه ولات الحياه ديالي واجي نمشيو انا وياك دابا ونمشيو للسياحه البرازيل. السياحه دينا معاك تحنا تعرف معايا عندي معايا نبيل حتى شي نبيل متأكدة باغا تمشي للبرازيل حيت عندهم داك السنه يعجبك الحال غيري غيري لك نبيل داك نبيل ساو باولو داك كيطيروا في النفيخ الودنين والكارنفال كارنفال ياك كارنفال هذاك درت يعني مشيت ليه واعر طوب. شنو لي طوب شنو لك ها طبطبنا معاك كتبغي الطبطبه شنو اللي طوب في انا ماشي هكا كارنفال ديال البرازيل راه من غادي البرازيل تكون ماشي هكاك راه هكاك كونص لا الكارنفال ديال البرازيل راه من احسن الكارنفالات ديال العالم وانا ما بغاش يكون ها وانا ما بغاش عندهم كارنفال كبير ولا زعما عادي كبير زعما الايام انا كنفهم زكريا ما بغاش يشرح بحال قلت انا ما بغيتش نقول الموسم فهمتي عليك ياك شحال في من يوم هو الكرنفال كيدوم 7 ايام 8 ايام ولكن البرازيليين بحال المغاربه شعبيين كيعجبهم زياده كيعجبهم لا فيستا الفيستا كيعجبهم الفيستا كيعجبهم يتحيحوا ما كيفكروش في غدا كيف كيعيشوا اليوم وكنتي وسط الكرنفال حتى غادي كرنفال دخلت ليه كاع هزت فوق عينيك ولا ماشي كرنفال ديال لان فاش كنهضروا على الكرنفال كاين كرنفال ديال الشارع وكاين كرنفال واحد المنطقه اللي كدار فيها الكرنفال هذيك من احسن المناطق في العالم اللي كتخلص طبيعه الحال باش تدخل تشوف داك الشيء اللي وانت طبيعه الحال دخلتي لهادي اللي كتخلص لا هادي اللي كتخلص دخلت ليها باش نوضح لك الصوره اكثر الدراري ما بغاوش داك الشيء اللي في الكرنفال بغاو الناس اللي في الكرنفال وراه انا دخلت باش نشوف داك الناس اللي في الكرنفال شفتي عاودينا شوف قربنا عافاك شويه من البرونزاج انا ما مشات قربنا دخلنا شوف خذوا عيني شوفوا بها عاود والله العظيم فاش كتدخل تما داك العالم ديالهم زوين بزاف فاش كتمشي اصلا لتما ما كتبقاش تفكر انك كاع باغي ترجع للمغرب واحد الحياه بي ما تفكرش كتقول ما كتفكرش غلط هو تفكر اصلا كتغيب تقدر ما تبقاش تفكر والحياه كدوز وانت عايش داك لا درتو ليا زعما سوسبان شنو طارف شنو كاين بصح قربنا شنو في هذا انا ما عمركش في المغرب انا في المغرب كاين غير الخدمه لو كاين موسم مولاي عبد الله كاين مولاي الطاهر الله يلا قال لك ما عرفتش شنو وقع في البرازيل عمركش البرازيل خاسره مشاش نهار 7-1 شيش الجمهور كي كيبكي واخا كانت انت في السياحه كاينين حتى البرازيليين ما دوم نتوما في السياحه وكنت كنهضروا اللغات كاينين حتى البرازيلي كيهضروا بالعربيه وتلاقيتي بواحد برازيلي كيهضر باللغه العربيه لان كما حنا
كنتعرفوا على بنت في البرازيل ولا في شي دوله في امريكا اللاتينيه كتهضر العربيه حتى هما رجال كيتعرفوا على بنات ولا كيتلاقاو مع بنات في شي كليه، لان البرازيل كاين مغربيات اللي كيمشيو تما كيقراو من فرنسا، كاين كيمشيو كيقراو تما في المعاهد كيبقاو يتعلموا العربيه تما معاهم، مش ديك العربيه غير كلمات بصح. انا الغدا الدراري نكمل قرايتي تما. عارض عليك نيمار بصح بصح كما قالت لك مريم، شنو اللي زوين في البرازيل؟ شنو اللي سركنا في البرازيل؟ شنو اللي عجبك في البرازيل؟ انا قلت لك اول حاجه اللي زوينه عندهم تما ما كتحسش بالحياه، ما كتحسش بداك الضغط ديال الحياه، كتخدم ولكن في نفس الوقت كتمتع بالحياه ديالك. عندهم السياحه تما، يعني كاين مناطق اللي خيال، شي حاجه زوينه بزاف. شي حاجه زوينه بزاف. هذاك الشيء ديال الامسا وداك الشيء اش امسا الله يهديك ماشي بحال امسا امسا البرازيل. البرازيل فاش كنهضروا على البرازيل راه ماشي راه دير واقيلا شي خمسة المرات من المغرب ولا اكثر. واو البرازيل راه قاره ماشي دوله. بصح امسا قريه زوينه. لا تحيه امسا والله يشاء زعما كننصحك بامسا بقاش تمشي للبرازيل. فين جات امسا؟ ها امسا حدا تطوان. حدا تطوان؟ حدا تطوان في الشمال. واعره واعره والله. تا واعره والله والله. تحيه الناس ديال امسا والناس الشمال. حتى المغرب زوين. حتى المغرب زوين. حتى البحورات تماك واعرين عندكم الشواطئ. انا من الناس اللي كنت كنهبط من الفافيلا البلاصه اللي كنت ساكن فيها، كان بيني وبين الفافيلا ما بيني وبين البلايا 10 دقائق. كنهبط كنبقى والله العظيم بعض المرات كننعس تما في البلايا. انا نقدر نقول لك انا مسخوط بعض المرات. كنت كندير شي حوايج لا كنت كندير شي حوايج اللي كنت انسان متهور. بحالاش؟ كنهبط من الفافيلا، لان في الفافيلا انا سيف، يعني انا امن، ما يوقع تقدر ما توقع لي حتى شي حاجه. لان الا وقعت لي شي حاجه ولا اداني شي واحد الفافيلا، هذوك الناس غيقتلوه. الناس اللي متحكمين في المنطقه غيقتلوا داك الشخص اللي اداني. ولكن ولا الدرب كيولي تحسبتي عليهم. تحسبت عليهم. كنكون داخل دابا انت فافيلاوي. كندخل الفافيلا كيبقاو والله العظيم كيبقاو عيطوا لي هومي بومبا ما هو كينو زعما مروكي بومبا. لا كيقول لي هومي بومبا الرجل المتفجر. كيقولوا لي الراجل حيت الثقافه ديال فاش كيسمعوا العرب كيسمع اوتوماتيكمون كتقول له كيسحاب له بلي، ولكن هما كيقولوها غير بداك الضحك فهمتي لي. كيقول لك هومي بومبا ما هو كينو ما هو كينو يا مغربي قول لهم بلاد مات زعما فهمتي كتقول لهم ريح راه صافي وليت وليت ريح راه فافيلا ما دخل درب غلف كيريح هو اجت ما عندهم داك مول ديتاي في الكونت ديال الدرب. لا ما عندهمش بحال هكا ما عادش مش بحال درب السلطان. هما في الداخل ديال الفافيلا كتدخل الفافيلا كتلقى طبله كبيره حطوطين فيها الفراده الغبره هذيك الماريخوانا ديالهم. والقضيه اللي عندهم واش عندهم ديور فهمتي دار وحده بيوت مقسومين كيكري بيت هنا بيت هنا ولا كيفاش ديورهم؟ ديور عندهم انا كنت في الفافيلا كنت ساكن فيها كنت ساكن في استوديو بيت وواحد الصالون واحد الصالون صغير كنت ساكن انا ومغربي تما. ديك الشيء صغير ولكن باش ديباني فهمتي وغالي. لا كنت كنخلص انا كنت كنخلص 1000 درهم مغربيه والدري حتى هو تيخلص 1000 درهم مغربيه يعني 2000 درهم وما كتعطلش في الكره تما كتعطلش في الكره حوايجك تلقاهم برا ما كان حوايجك راه لاباس. لا كان حوايجك لاباس ماشي انا والله العظيم يعني كان عندي كيفاش انا نوريكم الاستوديو اللي كنت ساكن فيه والله الا متقب بالقرطاس اقسم بالله الا متقب بالقرطاس بالقرطاس متقب. عمرك حضرت شي مضاربه كانت في كنقدر انا نوريكم فيديو نوريكم شحال مره شفت بنادم تقتل حدايا في الكروسه. انا كنت عندي كروسه كنبيع الماكله والله العظيم واحد المره بدا القرطاس لان تما كيدخلوا هكا على سميتو كيدخلوا على محلات كيسرقوا تيتم خارج وفاش كينوض داك التير ما بينهم وبين البوليس انا كنسمح في الكروسه في الفلوس في كلشي كنمشي نتخبى بعض المرات والله الا واحد المره تخبيت من تحت الكروسه باش ما يجيش فيها القرطاس. شفتي هكاك بنادم ميت حداك في كوبا كابانا والله الا تقتل واحد حدايا وراه عندي الفيديو هنايا عندي بنادم تضرب بسلاح قدامي هنا عشت الرعب. انا عشت الرعب شفت شي حوايج ولكن بعد ما كتعيش تجربه مورا تجربه وكيوقفوا عليك بالسلاح المره الاولى والثانيه تولي عادي كتولي تجيك ولا كنتي مسالم يعطوك اتساع ولا ضروري غتقدر تدخل في شي مشكل مسالم راه واخا تكون مسالم راه ماشي كنقول لك انا كنقلب على المشاكل انا انسان مسالم كنتمشى على جنب الحال ولكن بعض المرات كتكون كتمشى
حتى راه ماشي غير انا، راه برازيلي كيوقع له كيوقع له هذا، راه الافات في الدنيا كتكون غادي حتى كيجي واحد كيوقف عليك في فرده. وقف عليك شي واحد؟ اه انا معود لينا هذا. اه انا اول مره غيوقف عليا اول مره غيوقف عليا بنادم فردي طالع نسكن في فافيلا. دوزت 20 يوم في البرازيل ما عنديش فين غنسكن، والسكن الرخيص هو الفافيلا. طالع طالع مع مغربي، ديك الساعه ما كنهضر برتغاليه والو، كنهضر كنهضر الانجليزيه. هو يوقف علينا واحد وماشي فردي، هاز داك الفوزيوز كيسميوه هما يا الكلاش الكبير شي ديال فري فاير كلاشنيكو. اه ماشي فري فاير، هذا واقع هذا. ما ديش عليه راه مره مره كتعطوا انت راه انت راه ديشارج لك التليفون وصافي سالا هاك هاك لعبي شويه. طالع في الدروج طالع في الدروج، وصلنا فاش كتبغي تدخل الفافيلا كيكونوا جوج كيكونوا جوج شادين الراديوات وشادين شادين السلاح تمايا. خصهم يعرفوك فاش كيشوفوا بنادم جديد صافي خصهم يعرفوك منين جاي نتايا. صافي وقفنا، قال لي بقى تيهضر معايا، انا ما جاوبتوش ما كنعرفش البرتغاليه. هو يهضر مع الدري صاحبي جاوبو المغربي اللي كان معايا، هو يقول له راه هذا معايا راه مغربي جاي يسكن جاي يسكن هنايا. والله الا ضربوا بالسلاح بهذاك السلاح بالقبضه ضربوا صدرو لصدرو. قال له اوتو فالاندو كونيزا، ما راني كنهضر معاه خليه هو يجاوب. وانا ما كنهضرش برتغاليه، جبت الباسبور مغربي، شاف داك العربيه في الباسبور ويقول لي هومي بومبا، غير شاف داك العربيه قال لي هومي بومبا، يقول لي هومي بومبا ما تادينيش. لا تخلع الزره كيفاش كيحتارمونا كيحتارمو العرب كيحتارمونا والله الا كيحتارمونا كيحتارمونا. قول لي راه بومبا راه ما دابا نفجر عليك. صافي دخلت داك الاسبوع الاول ضروري لونكيت، كيبقاو يشوفوا فيك كيوقفوك، ولكن من بعد صافي حدهم كيعرفوك خدام على راسك كتمشي داخل خارج يعني صافي ما كيوليو صحابك اصلا. كتدخل من تمايا كيبقى عيطوا لك ما هو كين، وحتى جيتي شي حاجه كيعيطوا بومبا. وهذا السلاح واش غير الرجال زعما بوحديتهم اللي تيهزوا السلاح ويضربوا ولا حتى الدريات؟ الدريات عندهم باسلين تما، الدريات كيهزوا الدريات الدريات باسلين تما ولا الدريات باسلين نزيد. لا لا والله الدريات حقرك تما. علاش انا نبي الرفض غير كتحقرو؟ لا لا تما خلينا اخويا تما تكون هكا فشي غولاسيون مع شي وحده وتمشي تخونها والله تتقتلك. هادشي اللي غندير لك سيري سيري فانا هذا كيفاش ديري لي كيفاش علاش هو قال لك الا مشات خانته خانا عمرو خان قبل منها برازيليه شدك نشريك. اه اسمح لي تاثرت هو مالو الدري راه باقي طفل راه باقي خلينا نتقاتلوا نتخانوا حنا كمل لينا زهير بصح الدريات هكذا الدريات. اه ولكن ماشي الدريات بحال كنقولوا الدريات اللي متقفات يعني بنات ديال الفافيلا ديال الفافيلا ديال الفافيلا بحال داك هنا في المغرب كنقولوا المشرملين يعني غير المشرملين ديالهم تما زايدين ولكن هما ستاج الوحش هذاك ستاج كيضربوا جلال بالنمر كتكون هازه فرديتها هي معاهم. دابا هما الفردي ديالهم هما المجمر عندنا حنا عند البنات كيحركوا المجمر الدريات ديال البريزيل. حضرتي شي دري كتصرفق فيه شي دريه تمايا تما الدريه خايف على راسو. هذه الحاجه هذه تمشي للبرازيل تما المراه عندها الحق اكثر من الراجل. كاين قانون واحد القانون اللي سميته ماريا دا بينا. هذا القانون هذا كيحمي المراه بزاف. ماريا ماريا دا بينا ماشي مزلزله لا هذا ماريا مارسيليا كلارا هذيك. تما الا حق الا تما المراه كتضرب الراجل كتشوفها والله ما كيقدر مراك تضرب بوليسي والله ما كيهز يده الا ضرباتو ما يقدرش يدافع على راسو. علاش وحنا المغاربه كيعيروا في ديك فاتحه وراجلها السيد راه برازيلي راه برازيلي ما فهمتوش عقليه 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 واخا كتضربوا عقليه. دونك بحالو كطاري البرازيل زوينه ولكن الداخل ديالها صعيب كاين الحوايج اللي خايبين يعني الا كنتي لا كنتي باغي زعما سلاك بعاد من الفافيلا بعيد من الفافيلات وبعد من الفافيلا. سميت الفافيلا اللي كنتي فيها انا كانطا قالو راه من اخطر الفافيلات في البرازيل كامله هما الفافيلات ديال ريو دي جينيرو. راه اصلا كان دار واحد الفيلم عندهم تما كانت لاح في 2000 وهذا الفيلم هذا اللي كان سماوه سيداج دي ديوس بالبرتغاليه وباللونجلي كان ترجم بزاف ديال اللغات سيتي اوف جاد. هذا الفيلم هذا واقع ماشي من الخيال واقع يعني واحد الحاجه اللي تصورات من الواقع وتحطات سميتو مدينه الله سيداج دي ديوس. كانوا طيحوا فيه الهليكوبتر وكانوا ماتوا من بزاف ديال الناس وكان تما فين طاحت السياحه ديال البرازيل. فاش تلاح داك الفيلم وعرى الواقع ديال البرازيل كان طاحت عندهم. واخا نديروا واحد بوز ميوزيكال خويا نرتاحوا من البرازيل حيت من بعد الفاصل اللي غادي تختار لينا انت الموسيقى ما عرفتش واش كيماركيك شي ديسك برازيلي تماك وهذا نتمزكنا ما عرفت ما تكونش فيه غير هضره خايبه
باش ما نعرفوش ما غنعرفوش صافي انا نشرحك واحد القضيه بالنسبه للموسيقى ديالهم كل كلام خايب ياك سواء امور ولا سواء داك الفانكي هما عندهم اصلا الشعبي ديالنا هنا في المغرب عندهم هما الفانكي الفانكي انت هو فيه تخسر الهضره وداك الشيء هذا هو انا ماشي غير على الوالده كتفهم البرتغاليه داك الشيء ما كان راك عارف ما ثقافتنا حنايا تقدر تسلم على البرتغاليه الوالده تاع نابلو صح والله على البرتغالي سالودوس كتهضر بالبرتغالي اوي ماي جي نابيو سالودوس يا كيدي ماروكوس كازابلانكا صافي بدلات تصرح لها دابا زعما انا راني مع نبيل كنقدم لك التحيه من كازابلانكا دابا هي فهمت هادشي اللي قلتي في الاخر شي لاخر يقدر يجي لا قبيله فاش كدوي دار الدوزيام يا حيدر واخا سيدي كنتي شاد به الصون في البرازيل مغربي ولا برازيلي ولا اللي بغيتي لا خلينا برازيلي برازيلي كاين واحد المغني اللي عزيز عليا سميتو غوستافو ليما غوستافو ليما غوستافو ديالنا صاحبو ديال نيمار ولا علاش نهضر معاك لا والله صاحب نيمار ولك داك سابادونا بالادا سابادونا بالادا استقالي راكم السواد انصار مخبيين معاكم هنا كاين لا برافو كاين راني جبت الاول صافي كاين نبيل انا غنيتها مزيان وكاين واحد الديسك اللي عزيز عليا برتغالي نومي ديلا اي جينيفر هاد المغنيه هذا كنطاحت به سميتو كنطاحت به الهليكوبتر هادي واحد العامين ولكن اغنيه كانت دارت بوم في البرازيل وعزيز عليا سميتو نومي ديلا اي جينيفر سميتها جينيفر بالعربيه الاغنيه ديال واخا والناس اللي كيطلبونا على الموسيقى دياس كيقول لنا بارطاجيو ما كيمكنش لينا حيتاش الوقت غيولي كبير بزاف ولكن غتلقاو الروابط اللينكس تلقاوهم دابا في الديسكريبشن شكرا زكريا قدو اللي كيحطهم دابا غنشدو السون من بعد هذا الفاصل من بعد هذا الفاصل غادي نعرفوا الرحله ديالك في البيرو الاكوادور كولومبيا بنما واحد اخويا واحد الغابه دخلتي ليها شي كتخلع غنعرفوا بزاف على هذه المغامره بقاو شادين معنا السون على اذاعه ام اف باش تزيد تكبر العائله تابوناو دابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم السون في الحلقات الجايه وحنا مازالين شادين السون على اذاعه ام اف ام في ستون مع زيزو فلو مازال غنكملوا هذه المغامره ولكن قبل بغيت نسول زيزو فلوك زهير بونو واش كيجيك ياسين بونو شي حاجه كيجيني كيجي الوالد ديالي انا الا كيجي الوالد راه كيطلع كيجي شنو زعما ولاد العمام ولاد العمام دابا اللي حوك شي قرعه جبده هو راه جبد عليها من هنا البراد واخا قبل الفاصل قلنا غادي نكملوا المغامره وباش تخرج من البرازيل كان اخر فيديو شفناه هو انك عييتي داولك الكروسه ديالك وانت تبدا تقول لهم شوف واش كيديروا فهمتوا ما مسوقين عمركم تجيو للبرازيل ما حنا هازين باسبور وندور حتى زوج ساكري ما تعرفوني فين مشيت امطام داك النهار هذاك صافي ما بقيتش قادر نصبر فهمتي ما بقيتش انا صافي واحد البلاد ما كنشوف راسي ما بقيتش افانسي فيها ما كنزيدش القدام علاش نبقى فيها انا باقي صغير خصني نضمن مستقبلي خصني نمشي نكمل الحلم ديالي خصني نكمل الحلم ديالي صافي جات كثروا عليا صافي ما واحد الوقيته وقيله نسيتي الحلم ديالك حيت كان هو امريكا عام اكثر من عامين عامين وانت في البرازيل صافي وليتي كتقول غادي نبقى هنا ماشي نسيت ما نسيتش ولكن كان خاصك تجمع كان خصني نجمع كنت كتجمع بصح نيت ماش غتجمع داكشي يعني كنت كنمشي مع الوقت وصافي فهمتيني قليل فيك كتوفر شي حاجه ومن تما مشيتي لبنما وقيت بيرو بيرو باش نخرج من البرازيل 7000 كيلومتر واه غير من ساو باولو كي درتي لا ريو دي جينيرو ساو باولو الكار ومن ساو باولو شحال الوقت ما بيناتهم ريو وساو باولو حسنت الحياه في ريو دي جينيرو لقيتها نبتات في البيرو وليش نهضر معاك بصح بصح ست ايام واو ست ايام وانت غادي في الطريق وباش كنت كتمشي فاش في الكار بدلنا الكار جوج مرات من ساو باولو بدلنا الكار في بورتو فيلتو بورتو فيليو بورتو فيليو كتمتع شوي عدا في المناظر تمول الملال درنا العائلات في الكار كاع 7000 كيلومتر خاصك دير الاولاد نورمال لا لا فينا وغير يكون عائله زعما شكون فهادو اللي هضر فهادوك اللي لابس شكون اللي دوا هاد الباس المنضادر هو اللي داير النضادر ولا يكون دوا عندهم كلثوم هنا في الكار عندي وعلى من تعرفتي في الكار زعما والله لا تعرفت على واحد اختنا تما كان درايف كانت جالسه على لا لا صح انا من الناس اللي كان اجتماعيا واش فهمتي كيعجبني نخلق كوميونيكاسيون مع الناس نهضر احتكاك اشوف الخايبه في هذه الرحله كامل
كنت كنخلق هكا محادثه مع شي وحده زوينه وهادي وكيطلعوا البوليس وكيهبطوني ما عنديش الاوراق اخويا صافي ما كنبقاش خصك تعاود شنو اللي عشتي بيرو مختلف بقيتي فيها شويه ولا لا بيرو هي كانت غير دست ولكن بحكم انا ما كانش عندي شي مدخل يعني المدخل ديالي كان هو اليوتيوب خصني نبارطاجي اول فيديو كنت درت هو الطريق الى امريكا اللي الناس كاين اللي ما تقبلش الفكره اش كيخربق هذا اش كيقول واش هذا راه غيحصل غير في البرازيل ما غيخرجش من البرازيل كاينين اعداء النجاح اللي كيقول لك هذا ما غيوصلش هذا يبقى في البرازيل ما غيخرجش من البرازيل وكيدخلوا في لي كومونتير وبداو يتنمروا كيبداو يتنمروا ولكن ما مسوقش انا صافي انا اصلا قلتها يعني بارطاجيت بديت توجهت للحدود ديال البيرو خصني نقطع عاوتاني للبيرو دخلت للبيرو توجهت للمدينه الاولى كانت بويرتو دي مالدونادو شدونا البوليس تما ديال البيرو حيت دخلنا بطريقه غير قانونيه حارقين خصنا واحد لي سي باسي اللي كيخول لينا باش اننا نخرجوا من البيرو يعني ضروري داك لي سي باسي الا ما كانش داك لي سي باسي باش تدخلوا البيرو باش تدخلوا البيرو ولا تخرجوا باش ندخلوا من البيرو يعني ما بين مدينه ومدينه كاينين باراجات بزاف سو كان خصني داك لي سي باسي شدونا البوليس داك البوليس والله الا كانوا غيديو لي التليفون اقسم بالله وشافوا الباسبور قالوا لي واش انت تيرورست واش انت تما واخد الفكره قالوا لي واش تيرورست واش انت من هذا الدرجه مضروره الصوره ديال انك تكون عربي مضروره بزاف كاع انا عارف اللي ما عنديش حق باش ندخل بطريقه غير يعني بطريقه غير قانونيه ولكن ما كانش عندي شي حل اخر شي حل اخر واصلا كنت كنقدم راسي للمسؤولين ديال داك شحال دوزتي في البيرو في البيرو دوزت فيها اسبوعين مشيت ما عرفتش واش كتسمى بعدي كوسكو في كاينه ماتشو بيتشو منطقه سياحيه في البيرو من بعدها توشات ليما اللي كان في استقبال ديالها العاصمه هي ليما مزيان في الرحله هي صغيره يمكن شويه البيرو مقارنه بالبرازيل صغيره بزاف صغيره مدينه مدينه ماشي مزيان في هذه الرحله ان كانوا مغاربه اللي المغاربه راه رجال الحمد لله كانوا فين ما كانوا كيشوفوني جاي في الطريق كل واحد كيرحب بيا كيقول لي مرحبا بك تعرض لي مغربي في مدينه ديال ليما اللي استقبلني تمايا ومن بعد توجهت للحدود عاوتاني ديال اكوادور توجهت للحدود ديال بيرو مع الاكوادور مع العلم ان بلا فيزا للمغرب دخلتها غير قانوني مشيت باش نطبع طبعا ما بغاوش يطبعوا لي قالوا لي انت ما عندكش الطابع يعني الكاشي ديال الخرجه ديال البيرو سو اضطريت انني عاوتاني نتخبى من البوليس وندور على الديوانه فين كاين هما وندخل عاوتاني بالطريقه ودخلت للاكوادور كطير في هادشي ديال الدخول اي بلاد دخول القضيه ما كتكون صعيبه بزاف ولا خصك زعما شي واحد اللي هو اللي يقول لك زعما بحال القيد هو اللي كيديكم ياك ضروري كتخلصوه ضروري شحال تقريبا بحال دابا غير من البرازيل البيرو خلص $100 خلص $100 ومن الاكوادور ما خلص والو بيست ادخلوها بصباطكم يعني دخلتي الاكوادور ما كاينش اللي هضر معايا صراحه ما كاين مشيت باش نطبع قدمت راسي للمسؤولين قال لهم ما نقدروش نطبعوا لك حيت انت ما عندكش الكاشي ديال الخرجه صافي اضطريت انني ندخل عاوتاني بطريقه غير قانونيه توجهت لاول مدينه كانت هي غواياخيل في الاكوادور دابا هنا البرتغاليه مابقاتش قاديه ولكن البرتغاليه مع الاسبانيه كاين واحد شويه ديال التقارب يعني كنفهم شحال بقيتي ديال الوقت في اكوادور تايبقى اسبوع تاهي سيمانه سيمانه دابا سيمانه بسيمانه ضروري كان خصني مشيت في الاكوادور مشيت لغوايا خير ما جلستش فيها مشيت توجهت لكيتو هي العاصمه ديال الاكوادور صورت مشيت لتما هذيك لا ميطاد ديال الموندو نصف العالم فين كتفرق الكره الارضيه على الاسفاين الخط الاستوائي مشيت تما وكان عاوتاني اخ مغربي اللي استقبلني تمايا ف بعد ما طرا لك لا مشكله عاوتاني مع البوليس تما لا والو من غير هذيك ديال الطبيعه الاكوادور لا دوسي سيمانت كبير خير باقي عقل ضربني واحد الفين ماشي ضربني هما عندهم واحد الضحك باسل تمايا تقدر انت هنا مغربي تقدر تعنقو هانية انا واحد خانة جيت غير كنضحك معاه غير بالضحك والله لو ضربني هنا الضحك ديال البنايا اكوادوري هذا اكوادوري لا فينيزويلانو وعايش في الاكوادور فينيزويليين شوية ما شنو كنتي كدير تماك باش تجمع فلوس عاوتاني ما كنت كندير والو كنت كنصور باش كان يعني باش نسبونسوري راسي كنخصني نصور كنت كان ديكومنتي الرحله ديالي كنبارطاجي معاهم المناطق
من بعد غادي تمشي من الحدود ديال الاكوادور اتجه لكولومبيا. هنا غيبدا اللعب القاسي. ها دونك هنا دينا معاك الكولومبيا وعاودين الدومي فينال. توصلت لواحد المدينه سميتها تولكان. تولكان شنقول لك راه يعني واخا كنعاود ولكن داك الشيء اللي عشت انايا كيالم بصح كيالم. يعني غامرت براسي بزاف وخاطرت براسي شحال مره كنت غنتعرض للقتل من طرف مهربين من طرف عصابات ناركوس كيسميهم تما. وصلت للحدود خصني نقطع تما غير القتاله واحد الفيغورات وكلهم كلهم طاطوات داك الشيء ديال الافلام. واش الافلام شي حاجه اكثر من الافلام يعني داك الشيء ها خلات ما خلا ما بين في الحدود. وصلنا للحدود خصني نقطع وباش نقطع انا ما غنقدرش ندخل بطريقه غير بطريقه قانونيه بحيث ما عنديش الفيزا ديال كولومبيا. خصني ندخل بطريقه غير قانونيه. كان جا معنا واحد خانه من في الكار كولومبي حتى هو داخل كولومبيا قال لنا كاينين خطافه اللي كيهزوا من تولكان كيدخلوك لكولومبيا. قلنا له صافي غير ورينا حنا كيفاش. راه حنا عاودنا يعني بقيت كنحاول نشرح ليه سيتياسيون. قال لك اجيو معايا. مشينا معاه وصلنا للحدود غنشدو عاوتاني خطاف اللي غيدوزنا مورا الديوانه في غير في البويبلوس. البويبلوس هما ديك البوادي يعني ما غيدخلناش ما نمشيش من الطريق العاديه. غيدوزنا عبر الغابه تما. هي هذيك دخلنا مع هذيك خانه قال لك صافي غتخلصوا يعني ديك الطريفه ديالكم عاديه واحد 25 ولا 30 دولار. وفاش دخلنا معاه في الطوموبيل دخلنا في اللعب القاصح. السيد اول حاجه مسلح وثاني حاجه قال لك غنطبع عليكم الباسبور بطبعه مزوره ديال كولومبيا. قلت له راه ما طبعش ليا طبعه مزوره واصلا ما عنديش الفلوس. قال لك لا غطبعوا بزمنكم. مشينا مشدنا لواحد لوطيل. قلت له انا صافي يعني كذبت عليه. قلت له غدينا لشي بلاصه فين غنشد الفلوس. وديك الساعه سميتو ديك الساعه نعطيك وديك الساعه نديرو معاك اللي بغيتي. وبصح مشى دانا لواحد لوطيل اللي كيعرف هو لان داك المهربين راه ماشي مهرب عصابات راه ما كيرحموش تما. كيشوفك ما كيشوفكش مهاجر كيشوفك فلوس من راسك حتى رجلك. دونك تما شي تيعرف شي تما شي كيعرف شي خصوصا في المناطق الحدوديه راه كتولي بيزنس. كتولي بيزنس. كيفاش داك باش طبع الباسبور داني اللوطيل قال لي غتشد الفلوس وديك الساعه نطبعوا لك الباسبور. دارت الخمسه ديال الصباح هربت انا والدري. هربنا مع الخمسه ديال الصباح ما شافوهمش ما شافناش والله. الا هربت مع الخمسه ديال الصباح توجهت للمحطه ديال المغربي الدري اللي مع المغرب المحطه ديال سميتو ديال الكيران. من تما سرحت لسانتياغو وهربتي ما خفتيش ما قلتيش راه غادي يتيروا فيا. وغنبقى تما غيتيروا فيا على اي حاجه غيتيروا ما عنديش فلوس. واش شدوكم بوليس حيت كاتب في الفيديو بلي هربتو من الحبس تيهربتو من الحبس في الحدود. هربنا من سميتو. دابا هذاك السيد اللي كان طبعنا طبعه مزوره كان غيدينا لعند البوليس. لو كان ما طبعناش كان غيدينا لعند البوليس غيقول لهم هادو باللي ايليغال يعني بطريقه غير قانونيه. يا الطبع يا يديك للحبس جوج حوايج ولا قتلك. دونك ورا دخلتو لكولومبيا دخلنا مشينا هربنا مع الخمسه ديال الصباح شدينا الكارل سانتياغو دي كالي. وفين عمركم سمعتوا سانتي الكارتيل ديال كالي؟ انا دابا كنتخايل انهم فهمتي غتهبط غيقدر يتبعك حنا يقتلك بسهوله لانه مسلح. باش عرفتي الطريق باش انت ومغربي فاش كنا جايين بانت لي المحطه ديال الكيران. اصلا على جنب سميتو على جنب لوطيل وعندي التليفون فيه. دونك درستي الخطه خمسة ديال الصباح ما نعستيش وقال لك نعس والله الا نعس ولكن نعستي لا نعس هو انت كترتاح مع المسدسات كتجيك بعض المرات كنبقى يومين نارورس بلا نعاس بقوة السفر ولا بقوة الستريس. صافي خصك تنعس. ومشي مع خويا كاين واحد القبر دستي فوق منه سانتياغو دي كالي راه معروفه كيسميوها كارتيل دي كالي. كارتيل هما العصابات هذه كارتيل معروفه كارتيل دي كالي هذا راه من اخطر ما كاين حتى هو في كولومبيا. شادين في كين. بعدها توجهت للمداجين المدينه ديال الشريف ديال بابلو اسكوبار. بابلو اسكوبار ما عمرني كنت كنظن انني غنزطم على القبر ديال بابلو. كنا في الدار فين كنا كنحلم هذاك هو الرعب ديال بصح واقيلا. دراري كتبوا لي قالوا لي كان حي وكان حرقك. كون كان حي ما يكونش قبره تما دابا بغاو يكتبوا لي. حنا اللي شفنا تماك كنشوفوا حنا دابا من المغرب وكنتفرجوا خصوصا في الاسيغي ناركوس ولا هذه كيبان لينا بابلو راه شي حاجه زعما عند كولومبيا فرحانين به. ولكن انت مشيتي قال لك لا ما كنفتخروش لا الناس ما كولومبيين فاش كتجبد لهم بابلو اسكوبار كيتالموا كان كيقتل بزاف ديال ديال الناس. ولكن عطى لبلاده يعني عطى شي حوايج دار شي داك الناس الفقراء عاونهم بزاف ديال الفقراء في كولومبيا اللي
كيعجبهم بابلو إسكوبار، ولكن الأغلبية ما تيعجبهمش حيت عنده سمعة سيئة عالمية. عالمية. فين 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 حسيتي بالخوف أكثر صراحة؟ واش في البرازيل ولا في كولومبيا؟ بجوج. 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 خطر من الإكوادور وكسر. هادو. هادو ثلاثة ديال البلدان اللي فيهم فيهم يعني بلاد ما يقدر يخسر حياته، البرازيل، كولومبيا، مكسيك، والسلفادور حتى هي واحد شوية. دابا حنا في كولومبيا. من بعد كولومبيا كيفاش تهرب منها وتخرج منها؟ كولومبيا كان عاوتاني خصني ندير واحد لي سي باسي، لان انا فاش كنت غادي من سانتياغو دي كالي غادي للمداجين شدونا البوليس هبطونا من الكار، الوراق ما عنديش، الوراق ما عنديش، داخل بطريقه غير قانونيه، قال لك غتمشيو غنديوكم. عاوتاني داو لينا، فهمتي، خصك تخلص، خصك ضروري تخلص تما ضروري، عرفتي، كيشوفوك مهاجر كيشوفوك بيزنس، ما كيشوفوش فيك واخا بوليس كلشي بالفوريا الشيفور، ما راه ماشي كيقول لك كيخبي ولا كيقول لك اعطيني شحال شحال عطيتيهم، ما كيهضروش هما بالفلوس ديالهم، فاش كيسمعك انت جاي من بلاد اخرى كيهضر معاك بالدولار، كيقول لك 100 دولار 150 دولار، عرفتي، خصك تخلص. من بعد توجهنا للمداجين. ميديجين جلست فيها تقريبا اسبوعين باش نوجد راسي، لان البلاصه اللي انني على وشك انني نقطعها من كولومبيا لبنما ما كاينش حدود، يعني ما تما كان خصني نفكر واش غنكمل ولا نحبس عاوتاني في كولومبيا ولا نشوف واش نستقر في كولومبيا. كانوا عندك فلوس؟ تما واخا كان عندي الفلوس خصني نفكر واش نقطع ولا ما نقطعش، فهمتيني؟ صعيبة كولومبيا. البنما. بنما صعيبة يعني. لا تا كولومبيا باش يبقى فيها زعما وهذه، حيت ديك الدولة كتآمن بداك الشعار ميداجين بلاطا بلاطا أو بلومو، الرصاص أو أو المال، فلوس ولا الغرطاس. تماك فين غادي تمشي لبنما؟ تماك فين كاينة القصة ديال واحد الغابة ياك؟ داريان غابا. الوغ حنا غادي نعرفوها حيت قلتي لينا تقريبا من الغابات اللي بصح مرعبين في العالم. اكثر غابه تقدر تخلعك واكثر بلاصه خلعتك في هذه المغامره وقيله هي بنما. هي بنما. إناديسك مالوما. مالوما. مالوما بايبي. مالوما زعما ماشي ديال هادشي ديال القرطاس. مالوما درويش. جيبالفين. تلقى جيبالفين. نديروهم بجوج. مزيانه. نديروهم بجوج نشدو بهم الصوره على خميس رودريغيز اللي كان. خميس رودريغيز بالديراما. لا نشدو بهم الصوره على اذاعه ام اف ام وراجعين لكم. باش تزيد تكبر العائلة تابونا ودابا وخليو كومنتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية. وبقي معكم على إذاعة أم أف أم شادين ستون مع زيزو بلو، شاب لي من أمريكا اللاتينية، من أمريكا الجنوبية غيوصل لأمريكا الشمالية. دابا وصلنا لبنما، وصلنا لواحد الغابة قصة زعما طويلة، من البرازيل دوسي بزاف الدول وصلتي لبنما. تماك شفنا الفيديوهات صراحة تخلعنا، خصوصا واحد الفيديو تاع واحد السيدة مقتولة تماك في الغابة وكانت الشتا كتصب عليك وانت ناعس في الارض. كيفاش القصة ديال هاد الغابة؟ هاد الغابة انا بعد ما وصلت للمداجين يعني صافي خصني نفكر مزيان واش نقطع البنما ولا نستسلم، لان بعد ما وصلت للمداجين بقيت كنسول تمايا، كيقولوا اغلبية الناس يقولوا لي ما تدخلش، أغلبية ديال الناس يعني كولومبيين كانوا كيقولوا لي ما تدخلش، لأن المنطقة أصلا محكومة من طرف عصابات، من طرف منظمة ديال الفارك. بلا ما تغامر براسك، حاول تلقى شي حل باش ما تدوش تيفيتي داك الطريق، ولكن ما كانش عندي حل آخر. ما عمرني بصراحة دابا كنعاود لكم هادشي، راه بحال اللي كنعاودوا لا فامي ديالي والله. وراه حنا دابا انت راه صاحبنا وخونا وجايين هادشي شادي معاك ستون، فهمتي، كنسافروا معاك لقطة بلقطار، الناس كيشوفوا لي زيكستخيل اللي حاطهم فهمتي فلاشين، وحنا عايشين معك هذا السفر كامل باش نعرفوا هذا الحلم ونعرفوا علاش شنو الحاجه الاخرى اللي ما خلاتوش يتحقق كما بغيتي. صافي قلت لك اخر اللحظات يا صافي هضرت مع الدار مع الوالده مسكينه، ما عمرني كنت زعما غادي شنار غندير هذا البلان بحال ما كنصوني على الوالده، نتوادع معها نقول لها واش نقدر نخرج حي نقدر ما نخرجش حي، ما عارفش الوالدة شنو غيقدر يوقع. صافي يعني ثاني على عمري بالنسبه، نقدر نقول لك عيطت ليها. عيطت ليها والله قسم بالله العلي العظيم، داك النهار ما عمرني ننساه في حياتي. خليت الدار كامله كتبكي وطفيت التليفون، الدار كامله كتبكي معايا. علاش؟ قلت لهم بسلامه. قلت لهم بسلامه، وما قلت للوالده، قلت لها نقدر نخرج حي نقدر ما نخرجش حي، قسم بالله الا قلت لها، قلت لها نقدر نخرج حي نقدر ما نخرجش حي الوالده. المهم قالت لك الوالده زوين صافي الوالده والله العظيم قطعت عليها، ما
كل الدار كامله كتبكي شنو باغي يدير يعني صافي ما عمرني هضرت انا مع والديا بداك الطريقه صافي يعني فاش وتا الوالدين ديالي كيتيقوني يعني فاش قلت لهم داك البلان عارفين شي حاجه اللي بصح سيريوزمون يعني شي حاجه اللي خطيره اللي على وشك انها غادي توقع صافي طفيت التليفون قطعت عليهم التليفون توجهت الحدود ديال كولومبيا المنطقه سميتها المدينه كانت سميتها توربو بعد ما وصلنا لهاد المدينه ديال توربو وخطر كلشي مضروقي كلشي هاز السيف كلشي هاز الفردي تمايا انا بعد ما انا حاليا نقدر نبان لك دري زوين ونقي وهادي ولكن فاش بديت الطريق قرعت خصني نبان مافيوزي هادي علاش درتها هي باش نبان مافيوزي قرعت وليت بحال شي خاصك تولي بان تخيل باش تبان معاهم ما تلفتش الانتباه باش ما تلفتش الانتباه صافي وصلت لهاد المدينه ديال توربو نزلنا فيها بقاو تيتعرضوا لنا داك الخطه داك المهربين ديال داك المنطقه لان داك المنطقه ماشي كاينين غير حنا كاينين الالوفات ديال الناس من انحاء العالم اللي غادي يقطعوا عارفينكم انتوما زاي عارفين تعرضوا لنا قال لك فين باغي تمشيو كنحاول انفيتيهم لان داك الناس قدروا يدخلوا كل شيء غابه يديو لك داك الشيء اللي عندك في امريكا اللاتينيه كل ساعه كيتعرض واحد الاختطاف كل ساعات المكان كيتعرض واحد الاختطاف ولا القتل هذه معروفه في امريكا اللاتينيه صونا كان خصني انفيتي داك المشكل انني ما نتعرضش للاختطاف ما كنتش خايف من الموت والله ما كنت خايف من الموت كنت خايف من الاختطاف لان ماشي انا اللي غنتعذب غيتعذبوا عائلتي اللي غيتعذبوا معايا وهذه هي اللي كنت خايف منها انا ما كنتش خايف صافي بقاو كيتعرضوا لنا تمايا داب والله العظيم دابس مع جوج يعني زيت معاهم في الهضره قلت لهم ما باغي نمشي فين ومشينا للبويرتو الميناء ديال الميناء فين غنشدوا الفلوكه اللي غدينا للجزيره اللي غدخلنا للغابه هي لا فيديو اللي شفنا اللي كان معك حسن اها غادي معك حسن المغربي وغادي معك بزاف ديال الجنسيات اخرى شنو من الدول اللي كانوا الدول اللي كانوا كوبا كانوا كاميرون انغولا باكستان الهنود بنغلاديش سريلانكا جنسيات من انحاء العالم وكنتم متضامنين مع بعضياتكم ولا لا كل واحد راسي يا راسي تم كل واحد كيقول راسي يا راسي قليل الكاميرون اللي تهلاو فينا صراحه فاش كنا لداخل انا جاي لك يعني فاش وصلنا لداخل ديال الغابه وقعوا بلانات اللي ما انا حد الان مازال ما متيقش اني نخرج من داك الغابه حي اقسم بالله مازال ما متيقش ما عندي ماكله ما عندي فلوس ما عندي والو داخل براسي يعني شريت داك الشيء ولكن مشى ليا كيفاش مشى لك حيت قلتي لينا يوتيوب كنتي كتاخذ فلوس من اليوتيوب من داك الشيء اللي كتصور ياك تقريبا شحال كان كيعطيك يوتيوب تقريبا اليوتيوب في داك الساعه انا كنت يلاه بعدي داك الساعه اليوتيوب ما كانش كيعطيني شي حاجه كان كيعطيني 900 800 داك الساعه واصلا الفلوس كانت عندي مبلوكيه اول حاجه يعني بغيت نستغل الفرصه انني نوجه تحيه للمغاربه اللي ساعدوني بزاف لان المغاربه بصراحه كرامه الناس من بعد ما شافوا الرحله ديالي انني خديتها سيريوزمون بداو الناس بداو الناس كيتعاونوا معايا والله العظيم بداو الناس كيتعاونوا معايا من امريكان من كندا من فرنسا فين ما كنت كنتحنسر كانوا الدراري مساكن دائما في الواجهه كيوقفوا معايا كيصيفطوا لك فلوس بعد المرات بلان كاع كيشد لك لوطيل غير بابليكاسيون ديالو تحيه لهم من هذا المنبر والله العظيم يعني لولا كنت غادي نوصل ولكن هما زادوا سهلوا عليا شمسين واخا فاش فين مشاو لك فلوسك قلتي ما كلتك مشاو كانوا عندك ومشاو من بعد ما شدينا الفلوكه وصلنا الجزيره اللي غتدخلنا للغابه هنا فاش كتكون شاد الطريق كلشي نصاب ما خصك تثق حتى بواحد هذه ما خصكش تثق لان الثقه ما كايناش الثقه غتقتلك الثقه غتقتلك وصلنا للجزيره غندخلوا للغابه لقينا واحد قال لك غتعطيوني $40 غندخلكم حتى لبنما انت اصلا ما عارفش بنما فين جات كتبان لك غير الادغال بنما على شكل ادغال واخا هي دوله ولكن كتبان لك في الخريطه كتبان لك كلها دايره بالادغال وداير البحر من هنا وداير البحر من هنا ما عارفش راسك فوقاش غتخرج عطيت لواحد $40 دخلني غير ديك الدخله ديال ديك الدخله بحال اللي داخل المعموره فهمتيني غير ديك الاول ولكن بعد ما غتوصل بعد ساعه ديال شي جوج سوايع ديال الطريق كتلقى واحد الحيط مكتوبه فيه بنما هذيك تما في غتدخل في الادغال تما في غتدخل في اللعب القاصح صافي دخلنا تمايا كنت شريت الماكله شريت هذوك الدواء ديال الناموس شريت داك الشيء كامل تمشينا النهار الاول
مخلي يعني ضربنا الطريق ديال بصح. من بعدها شدنا العسكر ديال بنما بتنا داك اللي وصلنا مع العشية شدنا العسكر بتنا داك الليلة تما. زدنا نهار آخر شدنا عاوتاني العسكر ديال بنما قال لك اين الجنسية انتوما؟ قلنا له حنا مغاربة. قال لك مغاربة ما عندهمش حق باش يدوزوا من هنايا. علاش؟ انتوما مغاربة كتشكلوا قال لك خطر وبدا علينا بالاخر، انتوما غترجعوا لكولومبيا لان في الغابه غير ادغال، على جنب الادغال كاين بحر، من هاد الجهه دايرين هما يا مخيمات عسكريه تما، يا مخيمات عسكريه ديالهم فين في كيسكنوا داك العسكر. داونا تما قال لك غادي تسناو واحد شويه باش غتجي الهليكوبتر اللي غتكزكم من هنايا وغتحطكم في لا كولومبيا. في كولومبيا قلت له انا لا، قلت له انا فلوسي الماكله ديالي شريتها معايا، جبت كل شيء معايا، راه الاوراق ديالي راه كل شيء داو الجروب اللي دخلت معاهم الغابه، يعني اي حاجه غتوقع لي راه انت اللي مسؤول. صافي بالعربيه زربت عليه، فهمتيني؟ زربت عليه. قال لك صافي تسناو وشوفوا اش غنديروا معكم. بعدها بشي ساعات المقاله قال له غيطلقوا ما خليهم يمشي، ما شنديروا بهم. طلقونا، ولكن فاش طلقونا اختصروا بينا الطريق، انا يسحب لي الجروب اللي كنت معاه، سحب لي دازني، فهمتيني؟ اه فاش اختصروا بك الطريق لحقتي عليهم تلاقيتيهم؟ لا سبقهم، سبقتهم اختصروا بنا الطريق، سبقتهم وني سحب لي سبقوني. كملت الطريق لقينا غير النص ديال الجروب، النص ديال الجروب الاخر اللي كان عنده الماكله وعنده داكشي ديالنا بقى الله صافي. بقى عندي ماكله وباقي كتسناني 6 ايام ديال الطريق. 6 ايام ولا 5 ايام ديال الطريق؟ 5 ايام ديال الطريق. 5 ايام كل دوزوا في الغابه؟ والله الا 5 ايام. حنا دوزنا 7 ايام، نهار 7 دخلنا. غنمشي غير كتمشيو؟ اه غير كنتمشى. ما كاينش ترونسبور انا ما كاين لا ترونسبور. فين ترونسبور؟ ادغال امازون راه حيوانات متوحشه. انا نسولك سمح لي، انا بغيت نسول شنو هما الحيوانات المتوحشه؟ حيت قلتي كاينين شي حيوانات في شكل. كاين الشمبانزي، كاين الجاغوار، كاين الاناكوندا. دابا كاين اللي باقي ما كيقول الاناكوندا نو اكزيست، راه كاينه. شفتيها؟ ماشي شفتها ولكن كاينه. انا شفت الحناش اللي على جميع الاشكال، شفتهم جميل الاشكال شتهم في ذاك الغابة، حيوانات متوحشة. انا رفاش خرجت، تقدر ترجع للفيديو، ناضوا لي حبوب هنا في الحمي كامل، ناض لي حبوب. والجاكوار كاين كلشي. حنا هجموا علينا الشمبانزي اللي هجمات علينا. جاب الله ذاك الجروب اللي كنت معاه، يعني كانوا جاو مجموعة كيكونوا فوق الشجرة كيضربوا بكم، كيضربوا بينا. عرفتي ذاك الاحساس؟ راه بزاف، راه بزاف. الغوات والستريس، عرفتي الستريس؟ راه والله العظيم شنقول لك، كتيه لداخل ديال داك الغابه. كيفاش غتعرف الطريق فين جاي؟ باش كنا كنعرفوا الطريق لداخل ديال الغابه، راه ما كاينش طريق اصلا، ما كايناش طريق. كيفاش كنتو كتعرفوا راسكم غادي؟ كنلقاو لالين، واحد الناس اللي دازوا قبلنا تيخليو لكم طريق، تيخليو لا تراس، تيخليو واحد الشراوط كيقطعوا لي تيشيرت باش يقولوا لكم منين زعما سير من هنا. كيبقاو لصقوهم. ولكن بعض المرات كاينين مافيات اللي كيديروا داك الشيء باش يديوكم عندو، باش يجروك. باش كتعرف انت راه ماشي مافيا هذيك اللي انت غادي في الطريق ديالها؟ ما عارفينش حنا غير غادي. الله كيفاش خرجتوا من هذوك داك الهجوم ديال دوك الحيوانات؟ كيفاش كنا مع جروب كاميرون، هذوك كاميرون رجال والله كيعرفوهم. يعني تبارك الله كيتعايشوا عندهم، كيتعايشوا معاهم. وتبارك الله صحاح، يعني هما البنيه الجسديه ديالهم والله العظيم الا وقفنا وتلاح عليكم شي قرض ولا شي حاجه. حنا بقينا كنزيدوا لعندهم باش، لان الخوف فاش كتبين الضعف ديالك غيهجموا. غيهجموا وخايب في الاخر يقتل القرض. ديري راسكم في القروض انتوما، باقا لكم. هما دابا باغينا الماكله ديالكم، باغينا. وكيبقى يضرب على شي واحد كبار. صاحبي راه داير بحال الغوريلا. واو، داير بحال الغوريلا. والله الا داير بحال الغوريلا. صافي دزنا القروده والله العظيم، واحد اللقطه بقينا كندورو في نفس البلاصه جوج سوايع. جوج سوايع انت كتطلع في الجبل وكتعاود تهبط وكتلقى راسك كدور في نفس البلاصه وانت ما عارفش راسك فين كدور. كتجيب الدوره على الجبل، لان فاش كتكون في وسط الغابه غير ادغال، كلشي الشمس ما كتشوفهاش والشتا كطيح عليك 24 ساعه على 24 ساعه. هنا فين تلقاو الجثه ديال هذيك السيده اللي طايحه؟ بعد 3 ايام وسط الادغال خرجنا للواد تما، لقينا السيده تما اللي صافي السيناريو ديال حياتي ولا كيبان ليا كامل. كتبان لك الموت؟ كتبان ليا الموت تما، وخصوصا ماشي واحد، ما لقيناش غير واحد، لقيت ثلاثه
لقيت الاول المراه مشلله الوجه ديالها مشلل. قبل ما نلقاو داك المراه لقينا عصابه قبل منهم داك داك الفارك مضروقيين كيهضر معايا. انا ماشي كنفتخر براسي ولكن انا في الجروب كنت انا اللي زعيم قدام لانه ما كانوا كيعياو وكانوا معنا بنات كانوا معنا عيالات هذه كنت نحاول ان نتمشاو يعني نتمشاو اكثر من القياس باش نوصلوا باش ما بقاش نضيعش الوقت. وكنت كنقول لهم دائما فامونوس يلا فامونوس يعني ما ترتاحوش زعما زيد خطوه ونص فامونوس زوين كل شيء انت كون واحد شي في النص نص طريق راجل ونص انت راه هو داك القرض اللي كان والقرض يعرفه اخوك كيدير اخويا اخويا هاني تما فاش وقفوا علينا هذوك والله العظيم الا تما شفت الموت لان الاشخاص اللي وقفوا علينا مضروقين ما كيهضر معاك وما وعينيه مقلوبين مسلح عندهم السلاح ولكن باش وقف عليا ما وقفش عليا بالسلاح وقف عليا بالسيوفه السيف وكان قالبه واحد اللقطه قالبه والله العظيم الا في ذاك اللحظه اللي واقف قدامي حسيت بداك الشعور انه غيضربني حسيت به غيضربني ولكن بعد داك الجروب بان داك الجروب بنتي انت بوحدك بنت انا بوحدي وفي الدوره واش فهمتيني داير على جنب الواد من هاد الجهه يعني مع درتي لقيتي مع درتهم لقيتهم هما بربعه شادين تما الحلوف كيشويوه كيف تارثو كيشويو الحلوف تما كياكلوه واحد اللقطه وقف قدامي حسيت باللي الضربه غتجيني والله العظيم حسيت بالضربه غتجيني جاب الله داك الجروب اللي كنت معاه بان وكنا تقريبا شي 14 واحد والناس اللي لقيتهم تما واش مقتولين ولا ميتين مثلا قعدت لهم الماكله بالجوع زعما انا نشرح لك المراه اللي البنت اللي لقينا تما تكون في عمرها شي 28 سنه هكاك هذيك انا ما شكيت اللي شكيت انايا من بعد ما تمشينا تقريبا مشي نص ساعه لقيناها يعني لقينا العصابه هنا تمشينا نص ساعه لقينا مرة انا اللي شكيت في انها تعرضت للاغتصاب وقتلوه لان فاش انا وصلت لبنما لقينا بزاف ديال البنات كوبيات من كوبا من الكاميرون من هايتي اللي تعرضوا للاغتصاب جماعي ماشي شي فردي دوكاس اش رقاصه صاحبي راه كنتو مكتوازين ورات حنا خالعنا انا بعدا كوبوط امريكا داكشي العادي ما بقاش نتفرج هو بقوات ما ولف سلاح قال لك لمهش عليا سلاح هز عليا سيف فهمتيني ولف هو الفراد مشات السيستم ديال الفراد كنتو مكتوازين والو باش تدافع انا في وسط الغابه كنت ها السيف شريت سيف سيف زعما هو اقل حاجه ولكن شي سيف ماشي شريته باش نهجم على شي واحد لا باش تحامي على الحيوانات المفترسه الدخله ديال الغابه كيقولوا لك شنو كاين تما ضروري خصك باش تدافع على راسك وماشي غير انا اللي شريته شريناه بزاف ديال الناس باش هجم عليك الجاكوار ولا هجم عليك الشمبانزي تلقى باش تدافع على راسك وحتى في الغابه راه ماشي كاينه قلت لك الطريق راه كاينين الشجر خصك تبقى تقطع تراسي الطريق راسك باش تدوز وقايتو حتى الواد ما خفتوش هذيك الساعه الواد يحمل ولا شي حاجه الواد انا نقول لك قال لك دوز على الواد دوز على الواد الساكوتي هذا هرهوري هذا هرهوره لا هذا الساكوتي اللي دست عليه انايا وصلنا والله العظيم انا قلت لك فيا انسان انا انسان متهور درت بزاف ديال الحوايج ولكن الحمد لله تعلمت من هذا من هذه الاخطاء اللي درت لقينا واد وذاك الواد كان ساكت يعني ما كتحسش بانه ورا غارق دخلت وسطو كان فيه داك اش كيقولوا له الجرار ولا ماش كيسميوه جرني وجاب الله الشجره هابطه على الواد هي اللي شدت فيها راسك بقيت شاد فيها حتى تلاحوا عليا داك الكاميروني المساكن جروني لورا ومشاو ليا الوراق ديالي مشى ليا الساك مشاو ليا الحوايج مشى ليا بزاف من بعد غتمشيو فتشوا الغابه بعد غنتمشاو عاوتاني باش قلت لك داك الناس ما فيهمش الرحمه فهمتيني احنا مغاربه كرامه يعني في وسط الغابه كاين الناس هذوك الهنود الحمر انديخيناس كيسميوهم كومينيداد انديخينا لداخل ديال الغابه وصلنا ما فيهمش الرحمه يعني عارفين بلي ان احنا تمشينا 6 ايام ديال الطريق والله العظيم الى التبصيل ديال الرز ب 6 ديال الدولار 6 ديال الدولار 5 ديال الدولار وانت عطيو عينيا تشوفوا شفنا الوجه ديالي كان ضعفيت بزاف عينيا دخلوا واحد يعني كان زدت النار كنت غنموت
سيري سيرتان كنت غنموت، كنت عايش غير بكاوكاو والماء. والماء كاوكاو والماء. ما كاينش دوك لي فروي، ما كاينش الماء كلا مانغا. داك الايام داك اليومين الاولى كنا كنلقاو المانغا تمايا، اما من بعدها ما لقيناها. كنت بعض المرات كتاكل الاوراق ديال الشجر، الاوراق ديال الشجر خصك تاكل اي حاجه كتبان لك قابله للاكل كتاكلها. كانت واحده مسكينه، واحد الكاميرونيه الرجل ديالها تهرسات، كتمشي غير على رجل وحده وهزي هزينها. مره كنعاونوها حنا، مره كيعاونوها وحدين اخرين، هزي لها الحوايج. والله العظيم قالوا لها باش نعطيوك بغل خصك تخلصي $25 باش يوصلوك حتى للكامب ديال بنما. ما كاينش الرحمه، الرحمه ما كايناش، ما كاينش اللي كيرحم. وما عندهاش فلوس وما عندها لا تفرضوا ليها الاخرين وخلصوا ليها باش 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 عطاوها داك البغل باش عندها. دونك اغلبيه كنتو افارقه، هما اللي كانوا اغلبيه كانوا افارقه، وكانوا جوج كوبيين معنا. انا حسيتي بالماما افريقيا فهاد اللحظه. ديك الافارقه صراحه وخصوصا الكاميرون يعني تهلاو فينا، نقدونا من 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 الموت يعني. لولا داك الكوكو اللي ما كانش كيعطينا داك الطاقه باش اننا نكملوا، وداك الموتيفيشن ديالهم داك الاخر، ما كناش غادي نوصلوا. ما كناش غادي نكملوا. من بعد الحمد لله فتوهم، الحمد لله وصلنا للكامب الاول ديال بنما. واصل زيرو درهم، حتى حاجه ما كلشي، لا حوايج لا ماكله لا فلوس، حتى حاجه. حتى باش ان بنادم يصيفط لك الفلوس، باش يصيفط لك بنادم الفلوس، ما عندكش اصلا انت الداخل ديال داريان. وخا في الكامب الاول باقي في داريان، باقي في الغابه، فهمتيني، باقي في الغابه. وصلنا لذاك داريان، العسكر جبد السلاح كلشي من الاخر، طيحوا تما. بداو داك العسكر منين نتوما كلها كي خصك توري ليهم توري ليهم الهويه. انا الهويه ديالي كانت مشات في الواد مع الحوايج، مع لاكارت، مع كلشي. بقيت بلا هويه، قلت لهم انا مغربي وما بقى لي حتى شي درهم، وواصل فيا الجوع. والله العظيم هذاك واحد في هذوك العسكر ديال بنما مسكين مشى شرى لي طورطيه، عرفتي واحد الطورطيه ديالهم تمايا بحال الشكل ديال البغرير، بحال الخبز ديالهم. وشرى لنا مسكين السردين، شاف قلت له راه فيا الجوع وراه ما واكلش. ومسكين مشى، والله العظيم مشى شرى لي الماكله. صافي دوزنا 8 ايام في ذاك الكامب. في واحد الكامب فاش كنهضروا على كامب راه ما كاينش زعما فين غتنعس ولا الحصير، غير سميتو غير الخشب. الخشب وخصك تخلص $5 باش يدخلوك لذاك، باش ما طيحش عليك الشتا، لان البلاصه فين كاين الكامب ديك المنطقه هذيك كلها كطيح الشتا يوميا كطيح الشتا. سو دايرين هما ديور ديال الخشب، دايرين غير ديور ديال الخشب، وباش زعما تكالي راسك من الشتا، وكتنعس على الضص. واو 8 ايام مشينا عاوتاني للكامب الثاني. باش تمشي للكامب الثاني خصهم يدوك فلانشه، هما كيسميوها لانشه فلوكه، واحد صغيره راه كاينه، راه صورت داك. عاوتاني كيحسبوا لك $25. قلت لك بيزنس، حتى واحد ما غايدير داك الشيء، غادي وكتخلص. غادي وكتخلص. وكيت تما واحد شويه ولا الامان؟ لا صافي راك تحطيتي في اليد امينه يعني في العسكر ديال بنما يعني. صافي خرجتي من داك الناس اللي كانوا كيشكلوا خطر على حياتك في الداخل ديال الغابه، لان الداخل ديال الغابه كاينين المنظمه ديال الفارك هذه اللي كتحارب مع كولومبيا وكتحارب مع بنما، وكاينين عصابات وحدين اخرين مهربين، كاينين حيوانات متوحشه. يعني صافي تما وليت صافي منين تحطيت في اليدين ديال العسكر ديال بنما ما كيهمنيش شنو غادي يوقع. صافي يعني راه وليت في مكان امن بالعربيه. داونا للكامب الثاني، داونا للكامب الثاني عاوتاني كفاس من الاول. هذاك الاول لقينا فين كانت تكالاو على الشتا، الثاني ما فيهش داك الشيء، الثاني كتنعس على الارض على الدص على الاخر. ما قدرتش نصبر انا. كيف يعقل تعامل انسان راه ما تقدرش، انا انسان اش تعاملني انت على شكل، سمحوا لي على هذا المصطلح، كانوا كيعاملونا بحال شكل ديال حيوان اكثر من الحيوان كانوا كيعاملونا يعني بواحد الطريقه اللي ما كيعطيوك ماكله جاب الله. انا كنت يعني متمكن من اللغه الانجليزيه، وكنت ما كنتش كنهضر معاهم، كنت كنهضر معاهم بالانجلي، كانوا كيخافوا. لونغلي خديتها من المغرب. لونغلي خديتها من المغرب. برافو عليك. كنت كنهضر معاهم بالانجلي، كانوا كيجيو تما داك منظمات حقوق الانسان، وتبقى نقول لهم راه كيعاملونا بحال الحيوانات، راه ما كيعطيوناش الماكله. وهذوك الايميغراسيون ديال بنما كيشوفوني كندير هكاك، ولاو كيعطيوني الماكله ولا كيعطيوني الدجاج الرز. ولا صافي تما قررت ما غاديش نكمل. ضربت واقيلا نهار تمايا وهربت ليهم. من بعد ما رجعت كنت كندير هادشي، ولكن في النهار الاول ما مني شفت داك الديكور هذاك قررت نهرب ليهم وندير ليهم هروب الماكير. كدرتي الهروب؟ كيفاش غادي دير الهروب الماكير مزيان؟ حيت من بعد الهروب الماكير غادي تمشي لكوستاريكا ياك.
ونيكاراغوا غواتيمالا هندوراس والمكسيك قبل ما تدخل امريكان. هادشي اللي غنكتشفوا في الجزء الثاني. غنكملوا المغامره مع زيزو فلوغ، المخاطر اللي عاشها مع الجيش ديال بنما اشترالي في الهندوراس والنيكاراغوا، واخطر المجرمين اللي تشد معاهم في الحبس ديال المكسيك، واش دخل الامريكان. هادشي كامل الجمعه الجايه في نفس التوقيت.